حبيبتي مبروك حبيبتي. ايوه كده، شرفتيني يا مريم. بقول لك ايه يا بابا، مش اقل من فستان من شيكوريل. ايه ده، شيكوريل مره واحده؟ طبعا يا سي بابا، دي التوجيهيه. تريس، خير يا تريس؟ مريم خدت التوجيهية بمجموعة ايه؟ 65%. يا ألف نهار مبروك، ألف ألف مبروك. أمال بنت الحسين عملت ايه؟ تعالي تعالي تعالي، راحة فين؟ حصان الجامح ده طالع على فين؟ قولي. سميرة موسى ولا هتبيع زبادي جنب أبوكي؟ سميرة موسى طبعا. بجد؟ ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك، ألف مبروك. خير يا حاج؟ هي فاطمة اتخطبت ولا ايه؟ خطبت ايه؟ لا، ده أنا نجحت في التوجيهية ب 75%. أوعي تهديها تاني يا حبيبتي لحسن يحسدوكي. روح يا واد، عاد بخور بخر الهانم والحارة كلها. بخور ايه بس يا بابا؟ الحاج عنده حق يا حبيبتي، ده العين فلقت الحجر يا بنتي. الله يا بنتي. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا ست فاطمة. الله يبارك فيك يا عم مستوح. عشان الخبر الحلو ده ما كنت هدومك الاسبوع كله عندي ببلاش. شفت بقى ازاي؟ اصبر يا عم زينهم، انا هطلع بقى عشان افرح ماما. يلا يلا، مبروك حسين. الله يبارك حبيبي. الله يبارك فيك. عقبال رجوع علي. يسمع من بقك ربنا. كنت صادق ما ينجرح لك لسان، وإن كنت كاذب الأثر على لسانك بيبان. يا عبد الله، قر قر بالحقيقة قبل ما يكشفها الديان. أنا صادق وجاهز. استنى يا بلدين، طلع النطاط كذاب ينطرد برا القاهرة، وإن طلع صادق تدفع له 1000 جنيه على الساعة. كمل شغلك يا حسن. روح انت يا حسن. ترقصي شوي. لا لا لا، ده انا اخر واحده ممكن تقوم ترقص. ليه يا بنتي، هو في بنت ما بتعرفش ترقص؟ او اذا اعتبرتني بنت بقى يا عم، يا بقى انا ده انت ست البنات. ليلى هي اللي هترقص. معلش خلي ليلى في اللي هي فيه. يصح موسى ما يجيش يبارك كده، مشغوليات بقى. بابا يا ست ليلى مستغلي الفساتين عندكم. هي الفساتين عندنا غاليه فعلا يا عم، بس انا ممكن اعمل لك ريدكسيون. يعني الفستان يقطع كام كده؟ يعني على حسب يا عمي، هو المستورد غالي شويه والحرير غير القطن، تقدر تقول من 3 ل5 جنيه. ايه ليه؟ وناوي على كليه ايه بقى يا فاطمه؟ علوم طبعا. رايك ايه يا ام علي؟ مالك انت مش مبسوطه خالص يا اختي؟ يقول لحالها زي حالي هتبقى مبسوطه ازاي؟ مش عارفه حاجه عن ابني، ولا عارفه هو فين، ولا عارفه رجع امتى. ست ام علي، علي مش ابنك لوحدك، احنا كلنا قلقانين عليه، بس ان شاء الله ان شاء الله هيرجع بألف سلامه. وبيقولي هارون قال، بس يعني فاطمه منهزم ناجحه ومن حقها تفرح. محدش منعها يا سي هارون تفرح زي ما هي عايزه. مش بس علي اللي ابننا، لا كل زمايله اللي معاه واللي متعصرين في الفلوجة
لهم نفس المعزه، وربنا يرجعهم لنا كلهم بالسلامه يا رب، ويرجعوا لحضننا. امين. انا هقوم اجهز التورته بتاعت نجاح فاطمه ومريم عقبال ما نفرح بيك يا ليلى يا رب. وده اليوم بقى لنا نهار قصير من قلبي. شدي حيلك يا اختي، تمشي شويه بقر. وادي يا حوده، انت مش كنت رايح رود الفرج مع اصحابك يا ولا؟ ما نمتش طول الليل. ليه يا حبيبي؟ ما نمتش وخلاص. اه مالك يا ولا؟ بنتي يا هانم يا اختي بتعملي القهوه على الفحم. حاضر يا معلمه، انا جايه اهو. شدي يا اختي شدي. الواد ده حوده مال؟ الواد صحي بالليل لقيته طالع على فوق معرفش ليه، وانا بدخل حاجات لاوض البنات لقيته واقف جنب اوضه امه، وكانت شاربه وحالتها حاله وقاعد يتصنت. اول ما شافني اتخض ونزل جري. ها كملي. وبعدين الواد خلاص حس باللي امه بتعمله. يا سلام، ده هو ما كانش عارف امه بتشتغل ايه. كان لسه صغير يا معلمه، انما دلوقتي خلاص قرب يبقى راجل. وبعدين سمعته بيقول ان العيال بيعايروه. حبيبي يا ابني. طب يلا امشي نجري، بعدين خلينا افكر. بعدين يلا اعملي لي سحله يا زينات. يا معلمه زينات، يا لالا اللي هنا. يا رب يا ساتر. ايه ايه دخل على محطه القطر؟ اسكت، مش عايز حد يسمعك. حد مين يا وليه؟ ثم انا عارف ان لسه الزبائن ما بتجيش دلوقتي عقبال ما يصحوا من النوم. يا اخويا العسل عيني في كل حته. انا ما يهمنيش حد. انا يا عم انا يهمني. انت بتحبيه؟ يوه انت جاي دلوقتي تعقق معايا؟ شكلك بتحبيه. يا راجل اتهد، مالكش دعوه انت دلوقتي عايز ايه. بص انا عايزك كده في شيء ضروري. ايه طيب اتزحلق بقى، روح على 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 الناصيه وانا هاجي وراك. بقول لك عايزك في شيء ضروري. ايوه ما انا هاجي وراك، روح بقى على الناصيه وانا جاي وراك. يا البنت دي بتلبس ابدا. انت مالي عينك خرق عينيك. ايه يا زينات في ايه؟ لفتي حواليك كأن العلم السياسي بيجري وراك. يا راجل خايفة حد من رجالة العسل يشوفني معاك. ها قولي خلصني يلا يا اخويا، ورايا شغل قد كده في المطرح الرجالة كده. شغل ايه يا زوزو؟ ده حتى يبقى دمه تقيل وماسخ وما فيهوش مزاج. يا راجل بطل هزار بقى وقولي ها عايز ايه. خلص كده برضو يا زوزو. انا زعلان، لا بجد انا زعلان. تغدري بيا وتعملي العملية من غير ما تقولي لي. عملية ايه يا اخوي؟ عملية خطف ابتهال العسال يا روح امك. يا مصدي هي البت اتخطفت؟ خش في عبي خش. هتعمليهم عليا يا زوزو؟ اعملهم عليك ايه يا راجل؟ انت اتجننت ولا اتخبلت؟ بعدين انا اخطفها ازاي دي؟ وبعدين انت ناس يا راجل ان رجالة العسال هم نفسهم رجالتي.